دي الخارجة الخروج كيف ما كتشوفوا، هنا في غتخرج، هنا في غتدخل، انا كنقول اوكي، هنا في غتدخل السبت سي بون. السلام عليكم اخوتي، نتمنى كاملين تكونوا بخير ومرحبا بكم في لاشين ديالكم محسن العود. المهم نطرقوا للمعلومات ولا فيديو كيف ما كتشوفوا في العنوان ديالنا الضربه ديال الفنادق. غنعطيكم المعلومات الجديده حول الضربه ديال الكاسياخ. الناس اللي كتعرف تعوم، الناس اللي ما كتعرفش تعوم بلا ما ننصحها بالضربه هذه. اوكي سو الناس اللي كتعرف تعوم، الناس اللي كتعرف تعوم مزيان، الضربه زوينه ناضيه واعره. كيف ما كتعرفوا معانا الفنادق كتجي جنب سبتة. الناس اللي ما كتعرفش سبتة او لا عمرها طلعت تما، عندنا طنجة هي الاولى، فوالا طنجة تابعها كاين القصر الصغير. القصر الصغير هنا كاين طنجة ميد، يعني ميناء طنجة المتوسط، الناس اللي كتمشيو للباساج اسبانيا وفرنسا ولا عباش. عندنا الداليا، اقرب نقطة اسبانيا هي وبليونش، جزيرة العير والتويشيات. الوغ هنا هذه المهمة اللي عندنا، كاين هنا بليونش كيف ما كتشوفوا، ها هي هنا بليونش. هذا الخط المتقطع اللي كتشوفوه، هذا الخط المتقطع، هذا الخط المتقطع هو الحدود ديال سبتة. كاين واحد السياج هو الحدود ديال سبتة. سبتة كيف ما كتشوفوا معنا جات في القنت، فوالا سي بون جبنا مزيان. الوغ عندنا هنا بليونش على اليسار والفنادق على اليمين والسبتة الوسط. هنا اللي غيهمنا هو السبتة والفنادق سي بون. الى هنا 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 غنشوفوا الخرجة. الوغ هنا الفنادق، هذا هو البور ديال الفنادق سي بون، هذا هو البور ديال الفنادق. غتبعد عليه وغتجي وغتجي هنا، غتجي هنايا. هنا عندنا الديوان ماروكان، غتبعدو عليها. غتلقاو هنا واحد الرون بوان صغيرة، هاد الرون بوان صغيرة اللي درتي على اليسار كاين المعبر ديال السبتة، يعني الباب ديال السبتة. هنايا هاد الخط هذا اللي مهول هنا لتحت، هاد الشانطي هنايا هو اللي غتجي منه، والشانطي اللي على اليمين كيدخل الفنادق، كتدخل المدينة تاع الفنادق. هاد الرون بوان هادي غتجي بالليل، تصنتو ليا مزيان، غتجي بالليل تكون لابس مزيان، تكون ضارب كومبين لتحت. الكومبين هي اللبسة ديال البحر، حقاش ديك هاد البلاصة هادي فيها الأكوا بيبا. الناس اللي مكتعرفش شنو هي اكوا بيبا، هي قندير البحر. الا مكنتيش لابس ودخلتي عمتي يعني بلا لبسه البحر، يقدر يضربك يوعتك، حقاش كيوعت هو وكيدير واحد الحكه بحال الحروق، بحال محروق بالعافيه. لهذا من الافضل تلبسوا كومبين عليكم وحتى على البرد، راه مزيانه. بالنسبه للابليكاسيون معروفه ويند فيندر، غنخليكم اللين ديالها في الديسكريبسيون باش تقلبوا بها البحر، ما يكونش البحر طالع وما يكونش الريح. الناس اللي كتعرفهم ما كنحرجش، عاوتاني على الحريق نعاود نقول لكم مره ثانيه. الناس اللي كتعرفهم اضرب اللبسه ديال البحر كومبين، اضرب فوق من حوايج يكونوا سامبل وزوينين، شي فهمتي تكون يعني مسكسف على الحاله صافي. غتجي مع ديك 4 الصباح، كنعاود ناكد 4 الصباح ولا 4 ونص، 4 الصباح و 4 ونص غيكون عندك لي بال، حتى هما غضربهم تحت من تكون ضرب شي جاكيطه غليظه. ملي تكون ضارب الكومبين ضرب فوق من شي جاكيطه تكون غليظه اللي تهز لك البالمات، البالمات ديرهم في السروال في الصمته فوق، يعني فوق الكرش تاعك وفوق صدرك صافي. وغتسد السلسله ديال الجاكيط وهادشي، كتمشى تما ما كاينش يهضر معاك، عادي نورمال. هنايا غتجي لهاد البلاصه هادي كيف ما كتشوفوا، التراجي كامل، التراجي كامل فيه كيلومتر فاصل 14، يعني ضربه زوينه، ضربه حنينه. ودو معكم ديك البوشيط تاع التليفون باش ما يدخلش الماء للتليفون، والتليفون يكون مود افيون، كنعاود ناكد بلا ما تطفيه بلا ما والو، دير ليه غير مود افيون. واللي عنده الباسبور يديه معاه، واللي عنده شي باك يترجمو ويديه معاه. اللي عنده القميله في الشديان واللي عنده القميله في الخرزان يدوها. نفس الامر كينطبق على الدبلوم، الباك والدبلوم اللي عنده يترجمو ويديه معاه، يدير ليه السلوفان ولا يدير ليه شي لعيبات باش ما يدخلش الماء. واللي عنده باسبور تاهو يديه معاه. وبالنسبه للتليفون ديروا ليه مود افيون، وديروا ليه البوشيط ديال الماركه تبع ب 50 درهم، وغتحتاجو كومبين كيف ما قلنا وبالمات. هادي هي الضربة. ملي غتدخل السبتة شناهي الخطوة التانية؟ ماشي غتبقى في السبتة، السبتة غنبقى فيها مين دايرها باش تكون عارف. الوغ السبتة غادي نلوحو فيديوهات هنا في فلاشين، فيديوهات يكونو حصريين وميكونوش فيهم أخطاء، ويكونو فيهم معلومات اللي موثوقة من طرف مصادر وأصدقاء اللي هما ناضيين، شي حاجة اللي مسوقرة. كيفاش تريسكي من سبتة لسبانيا؟ يعني ضربتي 50% ديال الريسك، ضمنتي 50% ديالك،
الوغ فاش ضمنتي 50% ديالك بقات لك 50% الاخرى باش تطلع لاسبانيا. كاين تريسكي على الرماي، كاين الباطوات، المهم اللي غتدخل السبتة غيسهل لك الامر وتولي الضربة سهلة. الفيديوهات القادمة غيكون فيها الريسك كيفاش تضرب من السبتة اسبانيا. هاد الضربة هادي راه زوينة الخوت، كنصحكم بها، وكن كنصح الناس اللي كتعرف تعوم، ان كان الناس اللي مكتعرفش تعوم تبعد من هاد الفكرة، تنعطوها افكار اخرى. الناس اللي كتعرف تعوم وكونفيونس وثقة في راسك تعوم مزيان، يعني كيلومتر راه ما ساهلش، واخا صغير كتقول راه قليل، ولكن خص يكون الناس انسان يكون سوفلي، يعني راك عارف حتى العومة ما غتكونش عومة يعني غدرع، حتى العومة غتكون ساهلة، يعني ماشي شي عومة اللي يعني تكونسومي فيها السوفال والانرجي، راه غتنعس غير على ظهرك وكتضرب لي بان حتى كتخرج كيف ما تبان التراجي، كتدخل 250 متر وكتمشي في لا ديريكسيون ديال السبتة وكتدخل السبتة. هادي هي الخارجة الخوت كيف ما كتشوفو، هنا فين غتخرج، هنا فين غتدخل، حتى انا كنقول اوكي، هنا فين غتدخل السبتة سي بون. نتمنى اخوتي يكون عجبكم الفيديو، والله يسهل على الجميع، بون كوراج. اي حاجة بغيتي ديروها ديروها بالعقل وبالسكات، وانا معكم ديما في لاشين هادي، معلومات زوينين، شي حاجة حصرية، اخطاء اللي ما يكونوش في لاشين، شي حاجة اللي ديما اون مودرن. تابونا في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم نوتيفيكاسيون، توصلوا ديما الجديد، وباي باي عليكم، عواشر مبروكه.